حطها أحب مخلوق عند رب العالمين، الذي نفديه بأمهاتنا وآبائنا. قال لها: أنت طالق. خرجت إلى بيتها، قل عن مشاعرها ما تقول وحس عن أحاسيسها ما تقول. ذهبت إلى بيتها، جاءها خالها عثمان بن مضعون وأخيه، جاء يواسون أكبر قلب قد انكسر وأعظم كسر لذاك القلب، جاءوا يواسونها. فإذ بها مباشرة بعد أن أطلقت تلك العبرات لا تلوموها، قالت لخالها: والله ما طلقني من شبع، والله ما طلقني من شبع. معاناة، تبكي رسول الله. وإذ بها في اللحظات تتكلم، وإذ بذاك الصوت يقرع من هناك من ذاك الباب، يقرع ويطرق، ثم يقوم خالها ويفتح الباب. إذ به من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فلما كان محمد تجلببت لله درها. مو أخو زوجها، محمد عليه الصلاة والسلام زوجها، لما علمت ما تحلت طلقت. تجلببت. قال: تجلببت، ما الذي جاء بك يا رسول الله عندهم؟ ألست قد طلقتها؟ سيبين لك النبي عليه الصلاة والسلام ما وراء ذاك الغموض، ويكشف لك الحقيقة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي تسمع، وهي تسمع، يقول: أتاني جبريل. يقول: أنا ما جيت على كيفي ولا أني اشتقت، لا. قال: جاءني جبريل وقال أن الله جل جلاله أرسلني من فوق العرش وقال: قل لمحمد راجع حفصة. ليه يا رب يراجع حفصة؟ وأمر، ليه يا ربي يراجع حفصة؟ لأن عندها أجمل فساتين، ولا عشان عبايتها المخصرة جذابة وجذبت كل الشباب، ولا يا ربي عشان عيونها، ولا عشان مالها؟ يا ربي لما يراجع حفصة؟ لماذا تدخلت أنت من فوق العرش في هذه القضية؟ ومليون قضية ما تدخلت فيها يا رب العالمين، لماذا هذه القضية بالذات ترسل محمد عليه الصلاة والسلام أعز مخلوق عندك؟ ما تقول خلهم يجيبونها، تقول له أنت اذهب إلى بيت حفصة. قال: جاءني جبريل وقال أن الله عز وجل يقول راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. شفت الرصيد؟ صوامة قوامة، ما نسيها الله عز وجل، ما توسط لها أخوها ولا عمها ولا قاضي، توسط لها رب العالمين جل جلاله. والله لا يتوسط، وإنما يقضي الأمر أمرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة. يعني الرصيد ينفع يا جماعة. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس ومعه واحد.